للحديث عن آخر تطورات المشهد السياسي في العراق وصراع الميليشيات حول منصب رئيس الحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أستاذ عبد القادر، كيف تقرؤون الانقسامات الحاصلة في المشهد السياسي اليوم بالعراق على منصب رئيس الحكومة والمكلف الجديد مصطفى الكاظمي؟ تأتي هذه السياقات حقيقة لإشغال هذه الكتل بإبقاء حكومة عادل عبد المهدي في فترة أطول لخدمة المصالح الإيرانية، لا سيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنهم نجحوا في بقائه 3 أشهر وهو لا زال وهو مستقيل، وبالتالي منصب رئيس الوزراء هو لن يقدم كثيرا لمن يتولاه، لأنه هناك هيكلة لإيران وأدواتها والميليشيات المسلحة بسطوة البنادق على جميع المناصب السيادية والسياسية في العراق والاقتصادية. لذلك حقيقة لن يستطيع أي رئيس وزراء قادم مهما بلغت صلاحياته أن يحرك أو أن يقدم أو أن يصلح، لأنه جميع الدوائر والوزارات والقرار الرئيسي والقرار الأمني بيد هذه الميليشيات الموالية لإيران والتي ترسم سياساتها إيران، وعلى رأسهم المكلف بملف العراق بديل قاسم سليماني محمد الكوتراني اللبناني الذي هو المسؤول الملف العراقي في حزب الله. لذلك هذه الصراعات تأتي، وقد نجحوا بإزالة مصطفى الكاظمي من جهاز المخابرات إلى مرشح رئيس الوزراء، وبالتالي الآن يجري خلف الكواليس كيفية إعادة هيكلة جهاز المخابرات لصالح الميليشيات وإيران بطريقة 100%، مع انشغال الكتل الأخرى بمنصب الكاظمي رئيس الحكومة، وربما هو لن يتحقق نيل التكليف، هناك عدة مشاكل يمكن افتعالها، وإن نجح فإنه سيذهب باتجاه عدة أشهر لإسقاط حكومته. لذلك هم يسعون لربما خلافات ليست خلافات جوهرية، لكن هذه الخلافات هي أدوار متناقلة بين الكتل السياسية، كون أنهم يريدون كسب الوقت لصالح تقرير السياسات الإيرانية في العملية السياسية في العراق. أستاذ عبد القادر، في ظل هذا الجدل الحاصل اليوم بين الكتل السياسية والميليشيات، كيف تنعكس هذه الأوضاع على المجالين الأمني والاقتصادي في العراق؟ بالتأكيد هم يتصارعون الكتل السياسية والميليشيات على مساحة النفوذ وعلى مساحة السيطرة على المال والقرار السياسي. القضية قضية اقتصادية، وبالتالي هذه الانعكاسات لأنه لا وجود لحكومة في العراق، لا وجود لعملية قوانين يمكن أن تكون لصالح الشعب العراقي. هذه حقيقة التجاذبات ستصنع كثير من الأمور والتدخلات لإبقاء العراق ضمن عدم الاستقرار الذي تريده إيران، حتى تنشغل الدول العالمية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق، وتبعد الخطر عن إيران وما يجري من خلال ضغط اقتصادي كبير عليها لجعل الساحة العراقية ساحة خاضعة لها اقتصاديا وتصفية حسابات وإدامة الصراع فيها. لذلك هو انعكاسات مباشرة، لأنه ستبقى أو تبقى هذه الكتل السياسية والميليشيات تدور في حلقة مفرغة، وبالتالي لا أمل في عملية أن يكون هناك إصلاح. لذلك المتظاهرون كانوا واعين تماما لكل هذه الأدوار المرسومة والصراعات الجانبية لمصالحهم الشخصية على حساب العراق. لذلك هم أخذوا منذ اللحظة الأولى قرارا برفض الكاظمي ورفض كل ما ينتج من العملية السياسية، والآن الكل مرسخة، لأن سقوط العملية السياسية هو الأساس في عملية الحل، لأن هذه حقيقة ستؤدي إلى مزيد من الانهيارات الأمنية، لا سيما عدم وجود أي حلول لا اقتصاديا ولا أمنيا ولا حتى صحيا ولا حكوميا في أجندات الأطراف السياسية والميليشيات أو حتى برامج من يريد أن يتقلد مناصب رفيعة ومنها منصب رئيس الوزراء. كان هنالك تصريح للسفير البريطاني في بغداد قال فيه أن مدينة بغداد غير آمنة، كيف يمكن قراءة هذا التصريح وأبعاده في ظل هذه الأزمة السياسية وكذلك الصحية التي تعيشها بغداد على غرار باقي المدن في العالم في ظل انتشار الفيروس؟ تصريح السفير البريطاني الذي اطلعنا عليه حقيقة هو مفاده اعترافا وليس تصريحا، هو اعتراف شخصية دبلوماسية لدولة
مشاركة في الاحتلال وتفهم ما يجري على الأرض العراقية لا سيما في بغداد، بأنه لا أمان موجود لجميع العراقيين، لأنهم يعلمون تماما سيطرة الميليشيات والسلاح الموجود في بغداد وليس حكوميا ولا أمنيا، وبالتالي لا يوجد هناك مؤسسات منضبطة عسكرية في وزارة الدفاع ولا الداخلية. على هذا الأساس سطوة الميليشيات حقيقة أفقدت الجميع لسهولة تحركهم، لأن الحكومات الموجودة والوزارات الأمنية هي خادمة الميليشيات وليس العكس. لذلك حقيقة سهولة تحرك الميليشيات جعل هؤلاء يعترفون كسفراء لدول كبريطانيا وغيرها، يعترفون بانهيار الأمن، وهذه مقدمات حقيقة لأن هناك حدثا مهما ربما سيكون من خلال انهيارات أمنية متتالية في العاصمة بغداد، لا كما أن التحركات في الميليشيات وإصرار محمد كوثراني على البقاء وإدارة اجتماعات في منطقة الجاذبية في بغداد الذي يتواجد فيها حاليا حقيقة هو كله من أجل إدامة الصراع وإدارة الصراع في داخل العراق على حساب المواطن العراقي. هذا حقيقة يؤكد على أنه السيطرة الأمنية كارثة ما يسمى الحكومة الحالية بكل تفاصيلها. شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل، كنتم معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.